اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إسرائيل تشن في غزة حربا على الوجود الفلسطيني. بمناسبة الذكرى 35 لإعلان الاستقلال الفلسطيني، قال عباس إن الحرب العدوانية الظالمة التي تتعرض لها غزة تعد حربا على الهوية الوطنية الفلسطينية وهوية الأرض وهوية الإنسان، معتبرا أنها حلقة من مسلسل العدوان المتواصل على مدى ما يزيد على قرن من الزمان. أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق إزاء عواقب اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي وهو الأكبر في قطاع غزة. وذكرت اللجنة الدولية أنه يجب حماية المرضى والطاقم الطبي والمدنيين في جميع الأوقات، مشيرة إلى أنها على تواصل مع السلطات المعنية. أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن المنظمة فقدت الاتصال بالطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة بعد أن بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية مداهمة المنشأة. أضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن تقارير التوغل العسكري الإسرائيلي في مستشفى الشفاء مقلقة للغاية، وأشار إلى أنه قلق أيضا على سلامة الطواقم الطبية وسلامة المرضى في المستشفى. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انزعاجه البالغ بشأن الوضع المروع والخسارة الكبيرة في الأرواح في عدد من المستشفيات في قطاع غزة، وذلك بعد اقتحام القوات الإسرائيلية جزءا من مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة. ودعا غوتيريش إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، كما أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن جميع المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع باستثناء المستشفى الأهلي أصبحت خارج الخدمة، ذلك بسبب انقطاع الكهرباء وشح المواد الطبية والأكسجين والغذاء والماء. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية عن تمكنها من إجلاء المرضى والجرحى وعائلاتهم والطواقم الطبية من مستشفى القدس التابع لها في مدينة غزة. أضافت الجمعية أن عملية الإجلاء جاءت بنتيجة استمرار الحصار والقصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى وفتح النار على من فيه، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل ونفاد الماء والطعام للمرضى، وبالتالي استحالت الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة. وفي سياق متصل أفادت الجمعية بتوقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة، الأمر الذي يهدد حياة 90 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى، منهم 25 مريضا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة، بالإضافة إلى 9000 نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة وشن قصف مدفعي متزامن على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وذلك لليوم 40 على التوالي، حيث استشهد وأصيب العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء جراء غارات اليوم التي استهدفت منازل وبنايات سكنية في أنحاء عدة، أبرزها حي الشيخ رضوان شمال القطاع والذي استشهد فيه 29 شخصا وإصابة آخرين. كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا بوسط مخيم جباليا أسفر عن استشهاد 4 وإصابة العشرات، كما قصفت تجمعا لعدد من الفلسطينيين بالقرب من المدارس شرق جباليا وأغارت على منازل بخان يونس جنوبي القطاع. هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 11320 شهيدا، بينهم 4650 طفلا و 3145 سيدة. كما أعلنت الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين في القطاع قد ارتفع إلى أكثر من 28000،
مشيرة إلى أن حصيلة الشهداء والمصابين غير نهائية وقابلة للزيادة، موضحة أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معلومات محدثة، وذلك بسبب حالات الاتصالات في غزة. إلى هذا تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات ضارية، وذلك في محورين في شمال وغرب مدينة غزة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية. كما تخوض الفصائل اشتباكات في محيط مجمع الشفاء الطبي، هذا وأكدت حركة حماس أنها استهدفت اليوم جرافة إسرائيلية خلال توغلها شرق مدينة دير البلح بقطيفة ياسين 105. في المقابل أعلن جيش الاحتلال مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين في معارك شمال غزة، ليصل إجمالي قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 49 قتيلا ومنذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 368 قتيلا.